سواسط، ومن أحد أكبر أقضية محافظة سواسط، وأحد أقدم أقضية العراق من قضاء الصويرة، ومع أهالي الصويرة الكرام حلقة الوطن والناس لهذا اليوم في وسط قضاء الصويرة وفي سوق الصويرة. حلقة هذا اليوم دعم لكل من يشاهدنا، كل من يسمعنا، أهالي الصويرة الكرام وأهالي مناطق الصويرة، أي شخص عنده وجهة نظر، رأي، قضية، الوطن والناس منبر لكل آراء. قبل لا أبدي حديث بين الناس أعلق على موضوع الصويرة. أنا الصويرة زائرها 6-7 مرات سابقا مختلف البرامج اللي قدمتها، لكن كل ما أجيها أتأمل أن وضعها أحسن، أتأمل أن واقعها أفضل. للأسف الشديد هسه أنا جيت ما شفت شيء جديد، الشوارع ما مبلطة، الأرصفة غيرها. كنت أتمنى وأنا بالشارع الرئيسي، فكيف بالأزقة الداخلية وكيف بالمناطق البعيدة عن المركز؟ طبعا احنا بالشارع اللي بيه احنا موجودة دائرة البلدية، البلدية هنا قريبة من يمنا، فهذا الواقع اللي جاي يشوفه. أذكر قبل 5 سنوات كانت شركة صينية على أساس ماخذ المشاريع هنا، ما أعرف صار من الشركة الصينية. بويا هناك خابر على راحتك، خلي الناس هنا تحكي. شركة صينية ما أعرف صار منها. فإحنا نوجه أو مو نوجه، لا نتمنى، ما أنا ما عندي سلطة أوجه، أنا ناشد أحكي أقول أتمنى إنه قضاء الصويرة وكل اللي إحنا نسمع الإعمار بمحافظة واسط، نسمع جهود المحافظ ونسمع الجهود لمحافظ واسط، لكن انه انا عندما اجيت لقضاء الصويرة شفت الواقع عكس. هذا رسالتي البداية، وراح نحكي ويا الناس نشوف ونصب عليهم. حياك الله، صباح الخير، شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. امورك شلون الصويرة؟ الصويرة ليش؟ ما في لا فدم الشوارع. ايه نعم راتب رعاية. قدمت حياة جماعك طلعوا. أبوي إيه. جماعك طلعوا غير وهاي اسمه ما طلع. واسمه مرفوع ما اسمه جاني بسكوت الحديث ما جابوا لي. طلع لك واحد. طلع لي واحد بسكوت. كم ولي؟ ما ثمانية. تشتغلك؟ أشتغل صار ما أمر عم. لا راتب، لا عندك حال، لا عندي بيت، لا عندي. تبي تزوج عندك أطفال؟ شو اسمه؟ عباس عايش شو؟ عباس. عايش شو؟ الوالدة. الوالدة. قلقتني خابور وهسه احكي سولف. حياك الله. تحياتنا رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني ابو مصطفى، احسن رئيس وزراء اجى للعراق. وريد بس دقيقه احسن من البقيه كلهم. بس دقيقه، اريد من الله ومنه ينظر للمتقاعدين راتبهم سبت ما يكفي. المتقاعد العسكري والمدني، التقاعد المدني والعسكري، انا كلها احنا ندور مصالح شخصيه، مو مكاسب ماليه، احنا ندور مصالح المجتمع كله. بس دقيقه انا ما احشي عن نفسي، بس ثواني انا احشي على العالم كله. اخوك ويحكي، لا بس خلنا احنا، لا مو احشي عن نفسه، خليك عن نفسك، تحكي عن نفسك، تدور فلوس راتب، يدور راتب، ان شاء الله ما لك شغل بيها. زين تفضل. تحياتنا للسيد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني. زين. اللي نظر للعاصمة بغداد نظر الصويرة، ومصلحة مو شخصية لي، مصلحة العامة كلها. التقاعد العسكري مقبوني راتبه 500,000 دينار، ما يصير. ايش قد كان؟ كان 400، هسه 500. اي سوري. رحمة على وادي. عوفنا. ثانيا. هذا المايك. ثانيا الرعاية الاجتماعية والصلاح للساسة وقفوها. ماكو تسعة. وجبة السابعة ماكو. ماكو سابعة، ليش هذول مو عراقيين؟ يلا. هاي وصلت. خليني أكمل لك أنا. أمانة برقبتك سمني على رئيس الوزراء أجل الصويرة. وقلنا قلنا المتقاعدين راحوا للمرجعية. وراحوا طالبوا بحقوقهم ما يقدر في ذي الأمر، ليش؟ ما يقدر على حساب. سمني عليه. إن شاء الله. أمانة توصلني. نعم. والصويرة كنا نقص بالخدمات بالشوارع بعدي ما مكمليها. يلا. إن شاء الله. السلام عليكم. عين شلونك؟
خلي رقمك، خلي رقمك بس منك منك منك. احنا اليوم ما نشكر واحد، لا رئيس وزراء، لا مجلس النواب، لا نائب، لا عضو مجلس محافظه، اللي هم البوق اللي باقوا اكثر من طاقتهم. عرفت شلون؟ هاي وحده ما نشكرهم، واجب عليهم شرعي باعطاء كل مواطن حصته. هاي وحده. احنا اليوم شوف كشباب عطل عطال يعني كسبه، لا حول ولا قوه. هاي تطلع العماله لون الحرف على الطريق، هاي وحده. ليش تنحرف على الطريق؟ ماكو مبرر انحراف على الطريق. بس دقيقه بس ما عليك. شو اسمك؟ شو اسمك؟ شو اسمك؟ كرار. كرار حبيبي. انحراف على الطريق ماكو اي مبرر إلي. بس انا خدمك. ايه؟ انا اليوم كاسب يعني عامل بالمسطره. ايه؟ اذا ماكو شغل اسبوع يجيني واحد يقول لي فلان شغله على مثلا خلينا نقول الله يشفينا ان شاء الله على الحبوب او غيرها ومخدرات وهاي، نحاوب لو ما نحاوب؟ لا ما تنحاوب. اذا اعطيني 50 نحاوب، لان كاتبني جوعاني. شغله ثانيه، اليوم انت محمد شاع السوداني قاضيها مشاريع على جسور وجسور. ايه سويت حاليا اكثر من 7 أو 8 جسور او 5 ما اعرف، ليش ما افتح مصانع لهاي الشباب؟ زين اشغل مصانع، عندي مصانع هواي. اعمل مشاريع. هاي بس دقيقه. تعيينات خدمه الزاميه عندك طاقه من الشباب هسه آلاف مؤلفة شباب عطالة بطالة. بس دقيقة، فوت مليانة مشاريع. أستاذي العزيز، أستاذي العزيز، أنت اليوم، أنت اليوم إذا بحجب، أنت اليوم إذا بحجب تاخذ مشروع، راح تقول لي لا، أنا أقول لك شيء، أنا صبار. حاربوني الأحزاب على شغلي. حاربوا شادوا مني. حاربوني الأحزاب يا حبيبي مقاولات. أحزاب الصغيرة؟ نعم. أحزاب الصغيرة، نعم، بعد أحزاب من إحنا بون قاعدين. في أحزاب؟ أخوي أحمد والدك، إحنا اليوم نعيش بذلة وعبيد. انت اليوم اذا ما تطيع فلان حتى الصبوغ، حتى الصبوغ فلان جهه فلان حزب ايه حتى العماله. الله وكيل على عم سيف، تعال عم الدهتي. يلا اشكرك، اشكرك، تحياتي لك. كرر بس تعال جاي، تعال جاي، تعال جاي، قرب. احنا من جاي الزبون جاي ينتن، شوفون الكهرباء ما اعرف شنو المشكله. السلام عليكم استاذ مصطفى. يعني الدوله حراميه من الاخير، مشاريع الصويرة ما كاملة تطلع على شغل ما حد يشغلك الا واحد. بس اسالك سؤال، اسالك سؤال قبل لا تجي. الناس اللي مسؤولين على الصويرة ما يشغلون. بس دقيقة، بس دقيقة، جايين من فضاله من اهل الصويرة. اي على شنو بعد؟ محمد جميل المياحي لما لزم المحافظة غير ينظر هاي العالم، هو يعرفني شخصيا انا شخصيا. ولا تبليط لا مجاري، عندنا قطعة قاعدين في قرية سلمان لفته راح يبيعونا اياها بها، غير حالة حال صدام حسين من وزحهم خرب قبر صدام. لا خلونا نفرحهم، صار اشرف من عندهم. لو رزحنا ببلاش بزمن صدام، هسه المتر يجي علينا ب 50,000 يبيعوه. اذا 200 متر قد تصير وعنا قاعدين لا شغل لا عمل. زين انت العده راتب رعايه يروح يداوم شركات تمنيه يقطع راتبه. ليش؟ مقطع خاص هو هذا. لا 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 دقيقه دقيقه دقيقه، اي واحد يشتغل عمل ما ياخذ الرعايه للواحد اللي ما عنده عمل. ماكو عمل هسه الناس. انت من تشتغل، انت بس دقيقه دقيقه، انت من تشتغل بشركه امنيه، الشركه الامنيه تعطي توقيفات وغيرها ضمان لك، بالتالي تاخذ راتب، الراتب هذا للعاطل وللعاجز. وياك. زين هم لما يسيطون شركات امنيه تريد تشتغل بيها تقلب 10 ورقات التعيين مالتها، قدامك فيها سنه وتبطل، هسه راتب الرعايه ليش يقصون؟ حتى لو ما يداوم، هو قطاع خاص. قطاع خاص. قطاع خاص. زين كهرباء تعبانه بالصويره، عندك المحطات، محطات الكهرباء بالعراق. خلي خاف محمد شاع السوداني ما يدري بيهن، عندك كهرباء بالعراق 66,000 ميجا وات وحسب الهيا. شلون تعرفها؟ انا شفت اليوم بالمحطات الكهرباء. شداو؟ امن. ايه؟ شركة محطة الكهرباء بس ماي 4500، محطة الزبيدية 3000، محطة الدورة اليومكم 7500، محطة جرف الصخر 6000، عندك محطة الحسينية 4000، محطة سامرة 3000، أنا حاسين ومشتغلين. عندك المحطة الكهرباء البصرة والناصرية والعمر على 6000، وين الكهرباء؟ حاطيها بيد أحمد هذا الشداب. بس بدون تجاوز، أنا ترجاك. ما راح يطلع يحسب احكي احكي. لا لا بس دقيقة، بس دقيقة، بس دقيقة. بس اسكت، أواشك أواشك، اسكت دقيقة. ماكو منطق انه تتجاوز، احكي انتقد، انتقد بس مو غلط، مو غلط، يعني حق ما غلطت. يطلع يحكي بالتلفزيون يقول كهرباء احكي انتقد بدون تجاوز. شارع 20 هذا مرن غازي ونبو، هذا شارع 20 غازي ونبو. اشكرك. عين السلام عليكم. خلي المجال غيرك، خلي المجال غيرك. انا رجعت اي ايش اوقف اوقف. نظل بس ما راح اخذ. انا رجعت على شركات الطبات الصويره، شركات من قسمها من كربله وغيرها وغيرها.
شركات كلها مصروفها 53 مليار 83 مليار. شركات شنو؟ شركات مال الاعمار، هي مال الطاب والتبليط والمقرنص وهاي السوالف كلها. المقرنص مالتهم تعبان، التبليط مالتهم المفروض 7 سنتيم صح؟ مالو 7 سنتيم يصعد فوق الباور كير بس 3 سنتيمات ومشوا. هذا شنو؟ هذا كله بور. عندك المهندس المقيم رشاوه وفلوس، عندك المدير المشروع اذا وقف على التبليط هم رشاوه وفلوس سكتوه. ابو التبليط اتفاق ويا من؟ ويا مدير الشركه. التبليط يعني اكو تبليط 3 سنتيم هسه انا حتى هنا 3 سنتيم ماكو. وين اكو تبليط؟ اسكن عليه الدراجه هسه بالزغيره. هذا ليش مو مبلط؟ هذا بعدين، هذا صار مو مبلط، هذا حاليا لا محفور ولا ايش قد صار له؟ هذا صار له فتره، هذا المفروض هسه يتبلط لان هذا هسه صار. هو كلهم هو هذا الشارع الرئيسي، هذا المفروض يشتغلونه هسه طبعا. عبد الله هذا اساسي الشارع. عبد الله انزل لي شوف يعني الشارع. هو اللي يشتغل بالاحياء جوا ويعوف شارع عام مال سوق. هذا ايش هذا الشارع؟ احنا شارع رئيسي هذا. المجاري المجاري اللي بحي الزور كلها طاقه، مجاري ثقيله كلها يجي يطب. وين؟ مجاري ثقيله يجي ابو الخباطه كلها كلها طاقه. تسمح لي يجي ابو الخباطه وين؟ وين يصف واقي المجاري الثقيله. اكو واحد المجرى مفتوحه يجي ينزل بها خبط ما تعبيره ويسد له شارع كامل او اربع شوارع او خمسه ويبيتون عليها غطاسات ثلاث ايام اربع ايام حود اليوم الخامس يلا يتوجهون عليها ويفتحوها. ويش قد يفتح من يمن؟ ينزل له بدرين يفتح من يمن حفره هالقد. هاي باكر بالشتاء بس دقيقه. يعني اكو عاقل اذا تصب بالمجاري هذا مو صب هيك ما مخلي الستيف مال الصب ما مخلي الستيف. كان خبط منين قام ينزل؟ قام ينزل منه ومنه وين؟ هذا كونكريت جوا شنو طلعه بعد يحتاج نزل عود وصار ذكي جاب حوضيات ونزل واحد عده درين انا واقف فوقهم فتح فتحه هيك برازين. هاي الفتحه باشر عقبه بالامطار تمشي ما يوصف تنسيت مشي مي ما راحت مشي مي زين الثلاث شوف هيك شلون زين بس دقيقه بس دقيقه بس انت هاي المعلومات واشياء مشخصها انت مواطن عادي لا متخصص ولا مهندس. المهندسين وين؟ المهندسين عندك مهندس زراعه مهندس زراعه جايبينه مسوينه مدير مشروع مدير موقع كامل وهو مهندس زراعه وكان مستاح يشتغل بالمطار وانا كل نسيان اعرفه. يعني هو مهندس زراعه يخلونه مدير مشروع ومسؤول على التبليط وعلى المجاري. السلام عليكم قدامك تعال احكي شوف قدامك. انا اسولف لك على حالتي. انا كنت قاعد تجاوز وفلشوا بيتي وبالايجار وادفع الشهر 100 ريال وما عندي وضع تعبان وعندي سياره واز صاعد بها عندي راتب رعايه مو ما عندي بس يلا مكفيني. يلا تصير ايش تريد غير راتب رعايه؟ والله انا مقدم على نقابه العمال مال واسط على مود قطعه اي وتاني بها نعم. والمحافظ قال راح نوزع 5000 قطعه نقابه العمال مال واسط 5000 والعمال ايش قد؟ ما اعرف والله كم واحد؟ 100 فوق ال 100 100؟ لا اكثر يعني اذا 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 100 5000 زايد عليهم 5000 قطعه قالوا. يلا ان شاء الله تحياتي لك اشكرك حياك. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. احنا نحكي واقع عام يعني لا يا صغيره اكو بيها عمل العمل قوي مو سريع عندنا مستشفى الصويره بيه تعبان كلش تعبان. تعبان بشنو؟ على علاجات علاجه تعبان. المدارس عندنا المدارس منتهي خدمة مدارس في الولاية انا خارج الولاية يعني بلا رياض في الصغيرة بلا رياض يعني المدرسة تطلع 17% 17% نسبة النجاح مالتها ومديرها يبقى المفروض ان شاء الله 17% شنو يعني؟ اسمع انا عندنا مدارس 17% مدارسنا كلش تعبانة الصغيرة تعزي اي والله 17 طلع ليش؟ ما اعرف يعني يشيلون المدارس المدرسين احنا نحكي لك على المناطق اللي رياض يجيبون المدرسين جيدين يطلعونهم وين؟ يجيبون الولاية اللي عنده عرف واللي جسمه شالوا عندنا أفضل مدرسين طلعوهم من مدارسنا حولوهم للولاية اللي تابع للشخصيات تابع للحزب يعني لازم يتحول يعني مدرسة تطلع 19 يعني حتى مدرسين تابع الحساب؟ يعني أصدقاء أنت صديقة روح أنقل فلان احنا عندنا من افضل المدرسين شالوهم طلعوهم منا جابوهم اللي انا او غير نقل كل تدعو في الارياف والارياف من الهي جابوا مدرسين ناس يعني دول اللي يتعينوا بس بس دقيقه هو العقود والتدرج هذا تدرج قانون يخدم هناك 10 سنوات 5 سنوات مو مفروض مو مفروض والله العظيم عندنا مدرسين بالشهر نقلوا مرتين ثلاثه صلاحيه من نقل هو مدير التربيه عندنا مراكز صحيه يعني مراكز صحي سووها على الكارت ما على مود اول بدينا تسبح
الا هاي الماستر. والله العظيم الماستر يعني يسعف ما يشتغل الا والله العظيم. انا سمينا من عندنا ماستر، عندنا موجود استاذ واحد والله قال جانا مراجع واحد يوم واحد كامل، يعني جانا مراجع واحد. انا هاي وين منين اجيبه خاصه الارياف؟ انا احكي لك الارياف يعني تجيب الارياف غير مفروض تجيب اتجاهك على قريه بالضبط. انا ناحيه شحيميه قريت رساله شحيميه اي يعني مركز صحي ما يطبون له ولا واحد يومي، واحد نبر واحد ذاك يوم طاب عندنا ماستر مشينا. صايرة هاي وزارة الصحة ووزارة التربية هاي رسالة ويو التربية. شكرا رسالة. حياك شلونك؟ أول شيء السلام عليكم. عليكم السلام. تحية القمر الصورة عامة. عندي نقطة على الكهرباء. ايه؟ أنا أبو طاقة. لما أنت عندك طاقة غزو واسط ويعبر من عندك معبر سلك إيران. إيران أنا شنو إيران؟ يعني هو جاي من نيران مو رايح نيران. لا لا مو جاي من نيران رايح نيران. منطيني غاز يعني انطي بمكانها كهرباء. لا لا انا مو مشكله. وين هو احنا نستورد كهرباء ما نصدر كهرباء. احنا لا لا احنا جاي نصدر ما نستورد. انا هاي الطاقه تغذي واسط وبغداد وسامر. ماكو منطق هيجي بس دقيقه. الموزع الرئيسي بغداد. احنا هسه الموزع الرئيسي بغداد. شلون بغداد؟ اي بغداد هسه الكهرباء مالتنا احنا ما يوزعون منها. جاي تروح الكهرباء لبغداد. وبغداد تجيكم؟ بغداد ترجع علينا توزع. هاي الصوره كلها تجي. باسم فشان يدري بيها كلها تدري. الموزع الرئيسي بغداد رجع عليها. كهرباء ليش ما عندي؟ ليش شغل الساعة؟ كهرباء محولة. نطالب صار اسبوع. دور النواب ضباط. محولة؟ وين؟ صار والله يمكن اسبوع. ايش قد محل الزقاق؟ بيها تقريبا 200 بيها. محل ايش قد؟ ما اعرف المحل بس دور النواب ضباط ايش قد محل الزقاق؟ اعطيني عنوان هسه خليهم يجوا. ما محل الزقاق ما اعرفه. بيتكم؟ روح جيب لي عنوان بالضبط. خابر بس دقيقة. خابر جيب لي المحلة والزقاق المحولة حتى هسه خلي الناس أبلغ. تحياتي. وين جايك؟ أي نسمعها. أي. جريح؟ عسكري. بس دقيقة احنا السيد نزار التميمي وكيل وزير الكهرباء. حياك الله استاذ نزار صباح الخير خير وعافية. الله يحفظك استاذ نزار. اي 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 شخص عنده مشكله بالكهرباء بالقضاء الصويره ان شاء الله اخذ العنوان. هو فكر الطلاقات دخلت الصويره مو دخلت؟ شكرا لك الاستاذ نزار التميمي وكيل وزير الكهرباء ونائب الجهد الخدمي. شكرا لك وجهودك. يابا اللي اي مكان عندكم ب محوله ماكو هاي هسه تقوم العنوان وتدللون. اي اي مكرمه القطع راضي ارجع لك. اي ثواني مستلم ولا مستلم؟ مستلم. اي لعش تدري بعد؟ الجان استحقاق قطع. اي بس استحقاق لازم ما مستفيد. لا مستفيد ليش مكرمه ما تدري؟ بس دقيقه حسان مو هذا. مكرمه المستفيد ما يستلم. ليش مكرمه ما تدري؟ وجه كتاب رئيس الوزراء محافظ مصر. سمول لن الفاعل الحج الشعبي. بس دقيقه ترى طالما مستلم ما يصير تستلم مره ثانيه. ما اعرف بعد هاي خلينا نجاوب عليها. مشكلة وقفة تصليح مال شوادر. شلون؟ عندي وقفة تصليح مال شوادر ثقيلة وخفيفة. اي نابو شوي رسالة اي انا هذا استجابة. اي من 2003 اليوم دايما حي الشوادر بس مو اهلية مو حكومية يعني موسمية يعني شهر السادس كل سنة شهر السادس طلع الشغل. اي يعني ما خليت واحد ما راكب شغلتي نادرة. زين يعني مال شوادر تغطية البنات الحنطة الثقيلة والخفيفة. زين انا
عندي ماكينه ورشه كامله مو هيش يعني بس بخياطه شواذ هذا السائل مال الطريق مال بغداد سائل وبصره الناصريه كود كل السوالف نشتغل فيها يعني بلكي تماش مناشد الوزير يعني بلكي حتى لو عقد حتى لو عقد يومي عقد يعني موظف عقد مو موظف التجارة شو تسوي فيها؟ يا أنا قلت لك أنا عندي ورشة تصليح شواذة زين هم عندهم ورشة تصليح؟ إي لا ما عندهم بس هذا يوم هو شي عينه إي موظف حاله حال السائل هو هذا موظف السائل إي موظفين إي عقد أجور يومي قد عمرك؟ واد 85 إي بس اقول لك ورشة عينات ماكو بس انت لطالما عندك نادرة مو نادرة انت عندك صنعة والصنعة هاي تاخذ حتى اجورك اغلى من راتب لا والله على الراتب ما اريد الاجور مستقبل الجامعة لا اليوم عملك في مستقبل لطالما تروح تسجل بالضمان وتشوف توقيفات تقاعدية هم بيها مستقبل لك توصل مناشدة والله كريم تحياتي ان شاء الله الله كريم حياك عين عمو على هذا اللقاء في قضاء الصوارع نعم. احنا بالنسبة لنا اكو ايجابيات واكو سلبيات احنا كانت الصوارع منكوبة 20 سنة منكوبة بس من 22 تقريبا ودي جاي من 21 ودي جاي بدت بيها الخدمات نعم. هسه يعني انت حضرتك بالبداية باللقاء قلت يعني ما شفت شيء جديد انا جاي اقول لك على قبالي لا احنا بالنسبة انا احكي لك يا عم هاي مصلحة عامة اي طبعا مو احياء سكنيه عندنا احنا عندنا حي الزهور كلهم موجودين اكثر من دوله من حي الزهور روح شوف حي الزهور يعني كان البيت مالها والله يا ريت على وان غلط بس اسمع لي استاذ العقارات مالتها انا احكي لك يا كان البيت ب 25 مليون هسه ب 80 120 مليون 130 على الخدمات مالها هسه طفرت هاي السنه هاي السنه عندك حي الغدير الاولى والثانيه والثالثه الاولى والثانيه والثالثه هاي من الزينات الاولى كملت نهائيا بقت الثانيه والثالثه هسه الصبح مجاري ماي كامل وهذا المركز شوف تكمله يا مركز هذا بيحمل هذا اخر شيء على اشكاليه انا داب لك اياه اشكاليه العفو على اشكاليه هذا انت وين تشتغل انا رجال كاسر والله كاسر عامل كل شيء ما شاء الله ومعوض زين شنو الاشكاليه اللي عليه؟ ما اعرف اشكاليه انا اللي سامعه يعني من 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 ناس يقول تنحل هذه الاشكاليه؟ لا تنحل لازم تنحل يا ابوي بس طول مجالي بس اسمع استاذ عندك مجاري مي كامله الصوارع كامله نهائيا ماكو عندك بها كل اشكال مشاريع كلها كملوها انا احكي لك بحي الغدير قاعد ذاك الصيف مي ما عندي نهائيا هسه بدون مطر دا يصعد مي بدون مطر دا يصعد مي عندك الشوارع الشارع الرئيسي جيت انت من بغداد ان شاء الله شفت الشارع الرئيسي راح يوصل بي تقريبا منطقه المعسكر يوصل يشتغلون سايدين دا يشتغلون السايد الثاني دا يشتغلون بي فانا اقول لك هو اكو عمل بس بطيء العمل بطيء فمن اجى الدكتور محمد جميل المياحي بصراحه يعني الصويره كانت منكوبه هو نهضها يا رب ما احكي لك اياها انا احكي لك بصراحه يا رب الرجل لا اعرفه ولا عندي اي مصلحه الكون هو نحن نتمنى الدكتور زين. محمد جميل المياحي شكرا للجهود 20 سنه صار له اشكره ما حد اشكره ما حد قام بالصويره شكرا الا هو استاذ محمد اول شيء السلام عليكم عليكم السلام احنا نريد من خلال برنامجنا نريد محمد الشاحي السوداني ابو مصطفى يجي للصويره خلي يشوف الحاله اللي بالصويره مو على خدمات اكو تشعبات كلش كبيره بالموضوع مثل هواي شغلات هو يجي وراح يكتشفها بنفسه يجي يقعد ويشوف يشوف الصويره ايش بيها ما بيها لان الصويره بزمن صدام ما حد نهضها بزمن ما حد نهضها واحنا شباب كلنا طاقات ولا واحد معبر الصويره نهائيا كل الاقضيه مشتغليه تخبط بس الصويره كل يوم نسوي القطع كان قبلك حكى زين قال زين نعم الصويره شنو مشروع من 2014 واحنا بال 24 شنو ملعب هو حتى تقول وزاره الرياضه ما مسويته غير كل يوم انت هذا احسن شارع بالصويره شارع الصيبة وشارع الحلة يلا وين شغلهم يلا وين شغلهم اي والله طريق شو اسوي انت قاعد تشتغل بس اشتغل بسرعه اشتغل بدقه اشتغل بشيء نظامي اشتغل بسرعه انت هذا حيوي يعني هذا اذا يشتغل سدوا الشارع الله شاهد هاي المحلات كلها ما اشتغلت ليش انت ليش ما بلدت وكملت ليش انت على النص
كمل شارعك كمله بسرعه، انت كمل الحيويات. هاك باوع شوف، شوف الشوارع، شوف شارع الحله، شوف شارع الفصيله. هذا شارع الحله، اي هذا الحيوي، هذا هذا العلوي علي، البارزخانه علي، واحنا نريد من خلال برنامجك يجوا مصطفى اللي جا. السلام عليكم استاذ مناشد، على مود العائله الاجتماعيه ولد بسام، انا رجال اشتغل عمو، والدتي مريضه تمام، انا عندي والدتي مريضه متزوج وعندها طفل، واشتغل عمو على يوم اطلع ويوم قاعد، علي حاتم حسين الوالدة سارة عبد الحسن نايف، يوم قاعد ويوم مشغول. خليني فونا. احنا خرجنا 2021. احنا رحنا نقدم التربية كلها تخصصات علمية. ايه محتاجة غير علمية. بس احنا تخصصات علمية ولا بحصلها راحنا هذا الاوراق بتسميتها. قدمت على العقود؟ قدمت ما يطلع تخصص ادبي. والله تخصص ادبي قلنا عن تاريخ. شكرا لك. السلام عليكم. انا عندي زوجتي مريضه. صحايا براسها والمرض بالنخاع الشوكي. فلوس علاج ما اقدر ادفعها. بس تعالي جاي. اقدر ادبر العلاج. علاج ما اقدر ادبر؟ اي والله. وعمال بالمصرف وصار 20 يوم قاعد لا راتب لا راتب. عزيزي شوف وزاره الصحه شو لك العلاج. هي نايمه هسه وين نايمه؟ بالبيت. راح ارجعها على مدينه الطب، شهرين نايمه كانت مدينه الطب؟ اي والله. والعلاج الدم والله العظيم الدم يشتروا مرات يقعدون يشهد الله عليك. هسه راح اخذ رقمك. ايه تدلل. تدلل. عين حجيلك. السلام عليكم. شلونك ابوي؟ هاني اسمع هاني ها؟ هاني اسمع هاني. ايه. عندي خادم مكان له 20 كلمة. الولاد ثلاثة تكلف علي، أقدم طلب لهم أريد عاد بدرق على ما جاي يسوي هاي 20 سنة، واحد يشوف فخذ الله عليك وعلى العالم مقارن ذا الواحد، مناشد لك الوزراء المحترم مرحب بيني وشكرا. خلي تليفونك. هذا صار لي سنتين مقدم على الرعاية المجتمعية، طالع لي واحد تشتغل طال عمار والله يوم اشتغل اسبوع ذا. شو اسمك؟ حسين علي. حسين حسين علي حسين. شو الوالدة؟ حمزية. خلي تليفونك. انا على مود الرعاية. شو اليوم كله رعاية؟ اي والله ما امانة الله شاب تشتغل وعايش تسوي له؟ ماكو امانة الله ماكو. انت مقدم؟ اي مقدم والله. باحث؟ وباحث طالع وماكو الحج. يا موالي؟ انا 96. روح اشتغل حرام الراتب، انت لازم تشتغل او روح قدم على قرض. انت شاب بعدك هسه العاجز الكبير، انت ما متزوج؟ هو متزوج متزوج وعنده طفل. خلي تليفونك. شو اسمك؟ شو اسمك؟ مرتضى محمد طالب. السلام عليكم. جاي استاذ مصطفى. احنا مثل ما قلت السلبيات وكل الايجابيات، احنا صار تقريبا سنه ونص سنتين جاي نشوف عمار في الصغار مو طبيعي. الله شاهد شاهد انت جاي اشوفه يذكر السلبيات ما يذكر الايجابيات. حيزور كان ما تقدر تطب له زين، روح طب له بالليل. الله شاري خبر حدايق قوي شارع موس خبر حي المعلمين شارع النجمه الصويره كلها الله شاري. وباسم خشان بارك الله بجهوده الصويره كيف تشد له شاري الصويره على ظهر حتى لو على شنو تخابره على اي شيء ببالك خابره ما يقتل هو صار عضو مجلس محافظه ما حد طلع حتى محمد جميل المياحي كل اسبوع يجي للصويره يفتر يشوف العمال الله شاهد شهاده وشيخ عدنان همنيه ما قصرين الله شاهد ما قصرين يوم شعراي عمال كل شيء موجود الله شاهد شوارع يعني كل شيء متوفر حاليا والصور مو مثل قبل قبل صح كانت منكوبه بس هسه الاعمار الجود المحافظ وبارك خشان والنمبر هان الله شاهد 10 على 10 هذا ما يقدرون يشتغلون به انسان مصطفى حسين لان هو شوف يعني اشتغلوا به شغل كملوا راد لهم شهر وهاي العالم شلون يصير الجوع الواحد لازم يحكي له السلام عليكم. احنا ناحيه سيد الشهداء داورات احنا نعاني من مشكله المدارس يعني انا معلم بمدرسه وعندنا مدرسه اعداديه ومتوسطه. انت معلم؟ اي معلم انا مدرسه ابتدائيه. اي عندنا تقريبا ما يقارب يعني فوق ال 2000 طالب. نعم.
الطالبة هي مدرسة واحدة ومزدوجة، يعني لازم يشوفون لنا حل، يعني دوام ثنان وثلاثة شلون ما ترحم، يعني نريد من حضرتك من معاناتك يعني تدعي معاناتنا على مود بلكي توفرون لنا مدرسة. وانا اشكرك شكرا جزيلا، اشكر قناة العراقية الفضائية. طيب روح الشيخ، السلام عليكم. استاذ تبليط من 2015 مقدمين عليه وين؟ يم بيت السيد البيحي، تعالى طريق السيد البيحي، قرية قرية لا لا طريقنا يعني بصفنا كلها سووها، روح له بالطريق والدسوري رجعنا للعزيزية، من العزيزية للكوت، من الكوت للصويرة والحد الآن كل شو ماشي. اسم الطريق؟ طريق على بيت سيد البيع، طريق بيت حصين هني. حمية. حمية الناحية. يلا إن شاء الله. السلام عليكم. أنا أشتغل عمالة، أشتغل حمالة. لا شغل، أنا أشتغل أسبوع ويوم قاعدين نقعد. طلعت ما شبكة ما عندي. رعاية ما عندي. رعاية ما عندي. ومن زوج متجوز. شو اسمه؟ محمد جواد. اسمك ثلاثة واسم أمك؟ محمد جواد الشين فريدي. هدية وداح ما. حياك الله حجي. حيا الله. أنا عندي شهيد والقطعة ما من 2018 ها بالفوز مكملين معاملتها بس ما سلم. شو قلوا لك؟ ها التوزيع هو شهيد. شهيد هو شلون ليش ما سلم؟ ليش ما تستلم؟ وسام محمد كابر ابنك هو وسام محمد شهيد. وين استشهد؟ بشرطة. بالجيش بشرطة؟ اتحادية. الله يرحم شهداء الاتحادية وشهداء كل الجهات الأمنية اللي احنا بظل دماغهم جايين عن بلدنا. ليش ما استلم القطعة مالته؟ اسمك حجي؟ محمد كابر حسين. خلي تليفونك. تليفون ما عندي. شلون خلي تليفون لك؟ تليفون واحد من عائلتك. ما عندي هنا تليفون. استاذ انا عندي مشكلتي تختلف عن هاي. اي شنو هي؟ استاذ انا عسكري في الفرقه التاسعه، خدمت 20 سنه، قدمت معامله على قطعه ارض بال 2012، اجيتهم بال 2017 قالوا ضيعناها. سويت وحده جديده؟ سويت، المهم ثلاث معاملات جبت. يقولوا لي انت ما عندك نقاط الكافيه، زين ادري انت المحافظ انا بس ارتبتين، انت تعطي لامك سبع سنين، تعطي للمطلقه، تنطي للمام الزوجه، انا واقف بقسمتها لما انا عندي خدمه 20 سنه، يعني عندي جميع مجموع النقاط هي غير وزارتك تشيك النقاط؟ لا، هنا يم المحافظ، تروح للمحافظ يقول اكو مكتب تعالوا واجهوني، رحنا للمكتب استاذ رحنا للمكتب يقول ها المحافظ ما فارق، خلي يسمعني المحافظ. نعم. يجز علي يعني ثلاث معاملات يضيعوها. اسمح لي. نعم. رخصتك انا ثلاث معاملات يضيعوها تصير. نعم. يعني وانا خدمتي 20 سنه زين يطل الحشد 600 ما يخالف اطل الحشد زين ليش يستاهلون يستاهلون على راسنا بس كون مناصفه بيناتنا. بعد انا هم انا شو اسمك حسين مهدي عبد السلام. خلي تليفونك. نعم. هسه حياك شلونك حبيبي؟ وين كنت قاعدين؟ جبنا بحي الحرمه ماكو كهرباء. ليش؟ كهرباء بس ماكو. انت اصف؟ اول متوسط. عافيه شاطر؟ ايش قد طلعت؟ انت نجحت الاول؟ اي نجحت الثاني. راح تروح للثاني، درجاتك زينه؟ اي زينه. شو تتمنى تصير؟ اصير دكتور. احلى دكتور، شو اسمك؟ عمل امير حمودي. احلى دكتور، انا احييك وسعيد شوفتك. يلا حبيبي الله يحفظك. اول وحده هاي العالم هنا صغره كثير لك الله يوم تشتغل وحسب يوم ما تشتغل ها يعني احنا عطانا مهندسين طلع باسطه طلع واللي ظل ما طلع هاي شلون العالم كلها صغره كثير لك الله تعشى ما اشتغل يعني انا اشتغل عماله يوم اشتغل وحسب يوم ما اشتغل مسجل على الرعايه عند اربع جهات يعني ما يصير اللي عنده يطلع واللي ما عنده ما يطلع احنا الناشد بها علوان شبر ها علوان شبر اسمك الثلاثه واسم امك علوان شبر دريش الوالدة طيب خلي تليفونك يم الشباب حياك تعال تفضل تعال حجي تعال حجي. حياك الله صباحك عافية صوت العراقية مو هاي صوت الفقير نعم الإذاعة الأولى ونريد تصفون صوتنا إلى المسؤولين وإلى كبار الدولة بالنسبة للشبكة يعني صار بيها واسطات والعنده حاجه زينة شبكة الحماية المواطنين الاجتماعية قسم دتهم رواتب وقسم ظلوا قاعدين ببيتهم كل شيء ماكو يعني نص الشعب ربعه ماكو ما تعينه
واقفين على هالوضعية هاي ونطلب عندكم انتم العراقية صوت الجماهير صوت الفقير بتوصيل صوتنا الى المسؤولين في الحكومة العراقية. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم استاذ مصطفى العزيز الله يخليك. انت حشيت بس ما رخصت حشيت حشيت ما يصير حياك الان كل واحد شفت النتائج اللي نشرت قبل فتره السادسه شفت نسب التاجيل شنو اسبابها شفت النتائج شفت نسب المتدنيين شفت الدرجات الظلم ظلم بالدرجات ظلم درجات متدنيه ظلم التصحيح اخطاء تصحيح لا تصحيح كلها اخطاء درجاتي بالثمانين انا متاكد وحاسبه تجينا 54 درجات يعني لا درجه يعني عداوه وياك مو وياي بس لكن صارت اخطاء طلاب وايد صاروا طلاب رجعت شوي وخلص طلاب وايد حذوفات لا توجد روح سولف هناك برا حذوفات شالوها الكتب كلها الفتره قصيره اللي درسنا بها فترتنا قصيره زين الناس اللي طلعت معدلات شلون طلعت معدلات قليله شفت شفنا التاجيل بس شنو المبرر يعني الناس طلعت ناس ما طلعت يعني اكو نسب التاجيل كلش شفت نعم ان شاء الله نصحح الاخطاء نعم اي اما يطلع لك ويقول لك قصينا من التجاوزين يبي لك الله اعرف وادي فول 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 زين اني ادق عماله زين ما ظل براسي ها وصار لي تقريبا انا سنتين ما مستلم راتب هسه الباحث طلع لك لو ما طلع لك الباحث طلع لي الباحث انا ثمانية 2003 زين بوي 2003 تاخذ راتب رعاية ليش؟ ليش مش تشتغل؟ ليش تروح تقدم قرض على 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 وزارة العمل وتشتغل؟ الراتب ما يسوي لك شيء وانت بهذا العمر روح سوي لك صنعة روح سوي لك صنعة هذا جاي يسويها خطأ خطأ انت لا تأمل براتب الرعاية راتب الرعاية وان كان تستلمه والله ما راح يحل لك مشكلة انت شاب سوي لك فكرة مشروع انت دراسة مكمل وين شو كمل؟ جاي دوام خارج اي عادي كمل دراسة حجية شوني بس ثواني ما تسوي لك اي بوي صار لي ابني 16 سنة من الزكاة عمره 16 سنة وفخخوه بنية ما طحين واريد اقدم للحج كم مرة اقدم وما حد يوديني واحد صرت مرة كبيرة بعد انا رحت للحج صار احج انا اطلب من السودانيين من واحد يعني يقدم اريد بس مو الفلوس ما اريد الفلوس سهلة بوي سهلة يا امي المجلس قال له 16 سنة قدم وما كم مواليد؟ 50 50 عمر كله حجي يمن؟ أم حمزة أم حمزة أم حمزة إن شاء الله تروحي للحيج وتدعي لنا هناك أسم الله وهسه راح آخذ رقمك شو اسمك حجية؟ سامية صارون حجية والنعم من أم حمزة سعيد بشوفتك والله يرحم أمواتك أمواتك واليوم كلهم راح وأموات وشهداء كل العراق ها؟ كلهم عندي ما عندي بس انا وشايب ما عندي ولدك وين؟ ماتوا كلهم والله بس ظليت انا وشايب بس انت وشايب؟ اي والله وشايب هم يروح عند غير لو ما يروح؟ على واحد دخلت من بيحي؟ بي عندي الله يلا بشري انا قلت لك بشري سمعوك ان شاء الله ما يقصرون وياك يعني. بشري انا اريد اطلب بس هاي من عندهم وما اريد فلوس منهم من دم الشهيده يلا حمزة خلي تليفونك استاذ مصطفى استاذ مصطفى والله راح امشي شلونك يا ماني شو اسمك الوالدة خلي تليفونك انا جيت سارونا بالثالث امتحنت بس اربع مواد بالرابع اداوم يوم واحد بالاسبوع بالخامس نص مواد اخر وصلت بالسادس اول مره ما كيف شيء اول مره بالتاريخ السادس في امتحانات 86 كانت كلها شهر السابع او 28/6 الحذوفات ما في انا شطب شعر ما اعرف ليش ما درس ما ماخذ مواد والله حتى ما لحق كان صار حق الوفاه اجلت اربع ما جنتين زيادة يعني محاضرين هاي سنة محاضرين الصفحة مو ناس كبار كانت تساعد كانت الناس كبار تساعد ولا هسه ما في لا المحاضرين هسه عن درجات والله حاسب المحاضرين اللي صحوا مو زين والله ما عنده خبرة بالتصحيح شلون؟ اجور قليله مال المدرسين كبار ما يطلبون يقول انا اخذ محاضرات 500,000 ومليون لين اعوفه واروح على 25 شهر اعوف طلابي لا يروح ياخذ محاضر خليه جاي انا
ياخذ محاضر ما عنده فلوس. بدي احكي؟ ما قاعد احكي. يا اصحاب اختصاص. ياخذ ما يعرف الجواب نموذج. يعني اصحاب اختصاص. يعني بس جواب نموذجي؟ ما يعرف الطالب يجاوب جواب علمي. كنا اصحاب اختصاص ندري شو يقول؟ يقول احنا كانت الدرجه نساعد بها الطلاب نطيها ليلة على من نطيها ليلة على مود يساعد نقدر شعبه لا احنا جماعتنا لا ينزلوها هي حسبوها انت 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 ما اجل بيت انا اجي اربع راح اي سنه والله ما اقدر يعني هاي العمر هاي سنه راح في الثالث وعندي مساله ارجع اطرحها مشان هالموضوع وشان المناهج عندنا مشكله بالمناهج يعني وينك وجوله بالعالم ادخل خصوصي على مود افهم المواد مشكله انا من اول متوسط ثاني متوسط رابع اعدادي خامس اعدادي ماده ما عندي مدرس ولا عندي مدرسه كفو اكملها يعني اوصل للسادس انا كل شيء ما مفهم ادخل دورات واموت 12 ساعه يلا اوصل معدل 90 و100 مشكله منهجيه حال مصطفى عين الله يعينكم شباب شدوا حيلكم انتم انتم المستقبل لكم ان شاء الله انتم بنات المستقبل لكم شدوا حيلكم عندنا مريض هنا بالاتحاد مصاب ولك شو مريض شنو هو؟ مريض بالاتحاد مصاب يداوم بالاتحاديه؟ كان يداوم بالاتحاديه مصاب الظهر وهنا بالاتحاد هنا بس يدك شو شوف يا ابوي ما اقدر احكي شو يصير منه؟ ابن عمي شنو وضعه هسه؟ يحكي بمكانه شو اسوي له انا؟ بس تعال تقرب خل اخوي ايش فيه؟ السلام عليكم مصاب وين هو انصاب؟ بالحشد العفو بالاتحاديه شرطه اتحاديه 2016 الصواب صار عنده شله رباعي زين وهسه يحتاج عمليه بالمونيا قالوا له هو كان يتمود شنو امكانيه تعبانه وعنده معينه سوريه يمه وعائله يمه مقاعدين يصرف عليه فرات من مقاعدين؟ سوريه يمه من جاي من سوريا؟ مره هي وبنها وبنتها زوجته؟ لا لا مو زوجته هذا خدمه براتب التعيين صار براتب التعيين براتب اي وزوجته وين؟ زوجته عافته عافته اول ما صوب عافته واولاد ابن من عندها وين ابن يمها؟ لا يمها الله يكون بالعون شو اسمه انا خل نشوف وزاره الداخليه شنو يسوي بس خلي تليفونك خلي تليفونه او تليفونك يحكي هو غير يحكي اي طبيعي بس هو مشغول شغله ربع الكهرباء عندنا خط ما يحكي سيف عفوا وين يحكي ربع ساعه خربص العالم كلها من من تقعد وتسكت احسن وياك ربع ساعه ما رعايه 495 فر 25 سنه جت مال محاضرين قدمنا عليها طلع اسمه بالمحاضرين داومنا 5 سنين مجاني سلمت راتبين من التربية وراتبين من الشبكة وغرمونا 3 ملايين و4 ايه هاي ما يصير ازدواجية سيادة اللواء الدكتور احمد ثاني حياك الله عين الدكتور الله يسلمك صباح الخير عليك وعلى برنامجك الرائع انقطع دكتور احمد انا الاخ ان شاء الله راح اخذ تليفونه مال الداخليه وواصل السلام عليكم عيد شلون صحه اتمنى محافظ واصل يسمعنا اي طريق صوار اجبله طريق الموت اخذ ما اخذ من العالم والشباب زين هذا مشكلتنا صارت يا محافظ اللي يجينا ونقول له يا بس هذا الطريق طريق الموت ما حد يسمع انا والدي بيتوقع فنرجو من يعني المحافظ يا هل طرق الجسور يا هل المسؤول على هذا المكان على هذا الطريق يخلصونا من هاي المشكله ان شاء الله يخلصونا ماكو طرق الموت نتمنى نخلص منها خصوصا محافظة واصل هذا ما يسمح بوقت البرنامج شكرا لأهالي الصويرة إن شاء الله رسائل أهالي الصويرة تصل إلى المسؤولين عذرا لهنا خلص وقت برنامجنا شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء